كانت الدكتورة جوزيت كالدر وزوجها جيم كالدر والدين لثلاث بنات بالغات، واستمتعا بالعيش في مجتمع خلاب بالقرب من الشواطئ الشمالية لبحيرة تاهو، والتي تقع على بعد 60 ميلا من جامعة نيفادا الواقعة في مدينة رينو. ونظرا لسكنها البعيدة عن الجامعة نسبيا، كانت الأستاذة الجامعية البالغة من العمر 64 عاما معتادة على أن تمضي الليلة في فنادق محلية صغيرة في مدينة رينو، عندما تضطر للعمل حتى ساعات متأخرة من النهار، حيث تكون متعبة للغاية ولا تستطيع القيادة لكل تلك المسافة مرة أخرى. لم تكن جوزيت التي كانت تحب أن يناديها أصدقاؤها المقربون جودي مجرد أستاذة عادية في الجامعة، بل كانت تعد دون مبالغة أحد أعمدة جامعة نيفادا كأستاذة في العلوم الإنسانية. كرست جودي حياتها للبحث في الجوانب المظلمة من رينو، بما في ذلك تعاطي المخدرات والعنف المنزلي، على أمل تحسين العالم من حولها. في يوم الجمعة الموافق 17 أغسطس لعام 2007، كان على جودي أن تعمل حتى وقت متأخر من النهار كالعادة، ولذلك فقد كانت تبحث عن حجز في فندق محلي تمضي فيه ليلة في رينو. لكن صديقا قديما لها ولزوجها جيم عرض عليها إقامة مجانية في فندق جولدن نوغيت خلال عطلة نهاية الأسبوع بأكملها. قبلت جودي الهدية السخية التي عرضها عليها صديقها، واتفقت مع زوجها جيم أن يلحق بها إلى رينو في مساء ذلك اليوم، حيث يمكنهم قضاء عطلة نهاية الأسبوع سويا في رينو كنوع من أنواع التغيير. كاد جيمان يهم باللحاق بزوجته لولا أن مشكلة ما حدثت في المنزل ومنعته من الخروج، حيث أن سخان المياه في المنزل تعطل، وكان على جيم أن يعرج على قسم الصيانة في شركة لإصلاحه، ولذلك فقد اتفق الرجل مع زوجته على أن يتم تأجيل لقائهما إلى اليوم التالي. في صباح السبت الموافق 18 أغسطس، عكف جيم على الاتصال بزوجته لكنها لم تكن تجيب على هاتفها. كان جيم يعرف أين زوجته بالتحديد في ذلك الوقت، ولذلك قرر أن لا يضيع أي وقت وأن يتجه من فوره إلى رينو، وبالتحديد إلى فندق جولدن نوغيت ليتفقد زوجته بنفسه. عندما وصل جيم أخيرا إلى وجهته، لم يعثر لجودي على أي أثر في الفندق. بصفته زوجها، وافق المسؤولون عن الفندق بالدخول إلى الغرفة التي وجد فيها جميع متعلقاتها الخاصة، بما في ذلك دواء السكري الخاص بها والذي لم تكن تتركه خلفها في أي مكان. لذلك لم يجد جيم بدا من أن يتواصل مع الشرطة ويقوم بالإبلاغ عن اختفاء زوجته بتلك الطريقة. أوضح جيم للمحققين أن زوجته كانت شخصا مرموقا في المجتمع، وليس من المعقول أن تغادر هكذا دون أن تعقب. ترى أين اختفت جودي؟ وكيف ستساعد حادثة اختفائها تلك الشرطة في القبض على محتال وسفاح كان يعيش آمنا مطمئنا على الرغم من بشاعة جرائمه؟ لتعرف الإجابة على هذه الأسئلة، تابع معنا هذه الحلقة المقدمة لك من قناة وقائع حتى النهاية. بدأ المحققون بمراجعة كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق، وقد لاحظوا من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة أن جودي غادرت الفندق في صباح السبت 18 أغسطس في حوالي الساعة 10:30 صباحا باستخدام سيارتها، ولم يكن هناك أحد معها على الإطلاق. لكن لم يستطع المحققون تتبع مسار جودي بعد ذلك، الأمر الذي دعاهم لتعميم أوصاف سيارة جودي على كل وحدات الشرطة بهدف البحث عنها في أرجاء المدينة. وقد تم العثور على السيارة بعد ذلك ببضعة أيام فقط. تم العثور على سيارة جودي في الطابق 5 من موقف سيارات في مكان بعيد جدا عن المكان الذي اختفت فيه، وقد كان هذا الجزء من المدينة مليئا بالجرائم وسيء السمعة، ولم يكن من المنطقي أن تأتي إليها جودي لوحدها. قام المحققون بفحص السيارة لكنهم لم يجدوا أي شيء مثير للاشتباه داخل السيارة، لكن الفحص الدقيق لجسد السيارة من الخارج أظهر أن شخصا ما حاول مسح بصماته من على باب السيارة. قام المحققون باستجواب شهود العيان المحتملين الذين يقطنون بالقرب من المرأب الذي وجدت فيه سيارة جودي، وقد أخبرهم شهود العيان أن الذي كان يقود تلك السيارة كان رجلا داكن البشرة بعض الشيء، ويبدو عليه أنه من أصول لاتينية. كانت تلك المعلومة كافية بالنسبة للمحققين
لكي يتأكدوا من خطورة الموقف وأن الأستاذة الجامعية قد تعرضت للخطر بالفعل، لكنه لم يكن كافيا لتحديد هوية المعتدي، ولذلك فقد لجأ المحققون للحديث مع أقارب جودي في محاولة منهم للحصول على اسم مشتبه به كان على خلاف مع الضحية أو ما شابه. سرعان ما أدرك المحققون أن جودي كانت شخصا مسالما ومحبوبا في أوساط مجتمعها، ولم يكن لها أي عداوات. لكن ما أدلت به كيم وهي ابنة جودي استرعت مام المحققين بشكل خاص، حيث أن الفتاة أخطرت جهات التحقيق بأن والدتها تعرضت لهجوم مريع في موقف سيارات قبل اختفائها بعام. كانت جودي تحاول ركوب سيارتها من مرآبها الخاص عندما اقترب منها شخص مجهول وكمم فمها ليدوب الرعب في جسد الأستاذة الجامعية التي كانت تظن أنها على وشك أن تلقى حتفها. لم يزد الشخص المجهول في حديثه مع جودي عن عبارة واحدة، حيث اقترب منها بطريقة مريبة وقال لها: شخص ما في الجامعة يريدك ميتة. لم تستطع جودي أبدا تخمين من كان يريد إيذاءها، لكن المحققون قرروا متابعة طرف الخيط الذي وهبتهم له شهادة كيم، ولذلك تحروا من جيم إذا كان هناك من يعلم بشأن خطط جودي في رينو في تلك العطلة القصيرة. وقد أخبرهم الرجل أن صديق العائلة ريكي بارج كان هو من أهدى لجودي الحجز المجاني في الفندق في تلك الليلة. أوضح لهم جيم أن ريكي كان يملك مطبعة تسمى إيماجن تكنولوجي، وقد التقى بجودي خلال عمله في الجامعة، وسرعان ما تعرف على جيم فيما بعد وأصبح صديق العائلة. وقد تعمقت هذه العلاقة عندما أصبح كل من جيم وريكي شريكين تجاريين، ولذلك فقد كان من المنطقي أن يكون ريكي هو أول من مد يد العون لجيم في أزمة اختفاء زوجته. تم استدعاء ريكي للتحقيق، وقد أعرب الرجل عن ذهوله من اختفاء جودي بتلك الطريقة. وعندما سأله المحققون عما إذا كان شخص آخر من شركته يتعامل مع جودي، أخبره مع شخص يدعى كارلوس فيلمينو، والذي تطابقت صورته مع وصف الرجل الذي قاد سيارة جودي إلى المكان الذي وجدتها الشرطة فيه. بدأ المحققون في البحث عن كارلوس، لكنهم لم يعثروا عليه في أي مكان. كان من الواضح جدا أن الرجل كان يعلم جيدا أن الشرطة تبحث عنه، ولذلك فقد اختفى عن الأنظار. في تلك الأثناء وبعد 10 أيام من اختفاء جودي، تم العثور على جثتها على بعد حوالي 500 ميل من الفندق الذي كانت تقيم فيه. كانت الجثة مدفونة في صحراء نيفادا المقفرة، وقد تم اكتشافها على سبيل الصدفة البحتة عن طريق بعض صيادي الظباء في المنطقة. أظهر تقرير المعمل الجنائي لتشريح جثة جودي أن الأستاذة الجامعية فقدت حياتها جراء تعرضها للطعن، وقد تم تحديد يوم وفاتها بأنه كان اليوم ذاته الذي اختفت فيه جودي عن الأنظار بشكل نهائي. لم يجد المحققون الكثير من الأدلة في مكان العثور على الجثة، لكنهم استطاعوا العثور على مسار السيارة التي ألقت بالجثة في الصحراء، أي السيارة التي استخدمها الجاني للتخلص من جثة جودي. ولذلك فقد عاد المحققون إلى ريكي مرة أخرى، وهذه المرة لسؤاله عن السيارة التي كان يستخدمها كارلوس. وقد أتاح لهم الرجل السيارة لفحصها، ولكن إطارات تلك السيارة لم تتطابق مع الآثار التي وجدها المحققون في مسرح الحادث. على الرغم من ذلك، لاحظ المحققون أن رائحة مواد التنظيف الكيميائية كانت تفوح من السيارة، مما دعاهم للبحث بدقة أكبر، ليجدوا في نهاية بقعة دم بشرية، مما يعني أن هذه كانت السيارة التي استخدمها كارلوس للتخلص من الجثة. ربما يكون قد قام بتغيير الإطارات لتضليل السلطات. في نهاية الأمر، استطاعت الشرطة إلقاء القبض على كارلوس بعدما تم رصد تردده على أحد الكازينوهات. وأثناء استجوابه أنكر كارلوس أن يكون هو من أنهى حياة جودي، وذلك نظرا لعلاقته السطحية بها، لكنه في الوقت ذاته أخبرهم أنه كان يعلم جيدا من فعل ذلك، حيث أنه شاهد جودي وهي تتعرض للطعن أمام عيني. أخبر كارلوس المحققين أن الرجل الذي طعن جودي حتى الموت كان في الحقيقة رئيسه في العمل، ريكي بارش، موضحا أن ريكي كان مدينا لجودي بمبلغ كبير من المال ولم يكن قادرا على سداده. لم ينكر كارلوس انخراطه في عملية التخلص من جودي، حيث أنه هو من قام بشراء سلاح الجريمة من وورمارت، وأنه هو من أخطر جودي بأن ريكي كان سيدفع لها 140,000 دولار التي اقترضها منها في مرأب الشركة الخاصة به كي يقوم باستدراجها إلى مصرعها، لكن ذلك كله كان بتخطيط من ريكي. أوضح كارلوس للمحققين أن ريكي
هجم على جودي بمجرد وصولها إلى مكان اللقاء وطعنها بالسكين الذي كان بحوزته حتى فقدت حياتها. وبعد ذلك قام كارلوس بمساعدته لوضع الجثة في صندوق مبطن ببلاستيك ويشبه الصناديق التي تستخدمها الشركة لحفظ آلات الطباعة قبل أن يضعها في صندوق السيارة ليتخلص من الجثة لاحقا في الصحراء. أشار كارلوس في حديثه للمحققين إلى أن تدمير الأدلة أيضا كانت فكرة ريك الذي أمره بالتخلص من سيارة جودي وتغيير إطارات السيارة. نظرا لتلك المستجدات تم إرسال وحدة للقبض على ريكي بارش في الحال، لكن عند وصول رجال الشرطة كان الرجل قد غادر بالفعل ولم يعلم أحد أين ذهب. سرعان ما اكتشف المحققون أن ريكي قام باستئجار سيارة وجدت فيما بعد بالقرب من مطار سان أنطونيو بولاية تكساس، وداخل السيارة عثر على ملاحظة تركها ريكي وتفيد أنه كان ذاهبا إلى كندا، لكن المحققين ظنوا أنه لم تكن سوى حيلة من ريكي وأنه في الحقيقة قدم إلى ولاية تكساس كي يعبر الحدود إلى المكسيك. لذلك قامت السلطات الأمريكية بإرسال طلب رسمي لدولة المكسيك كي تقبض على ريكي وتعيده إلى الولايات المتحدة حيث ستتم محاكمته. في تلك الأثناء كان المحققون منشغلون بتفتيش المرأب الخاص بشركة ريكي وهو مكان وقوع الجريمة، وهناك وجدوا كمية كبيرة من دم جودي. على الرغم من أنه كان من الواضح أن ريكي حاول جاهدا تنظيف المكان لكنه فشل في النهاية، مما يعني أن الدم كان متناثرا في جميع الأرجاء. حاول المحققون البحث عن تاريخ ريكي بارج في سجلاتهم، وقد اكتشفوا أن ريكي بارج كان في الحقيقة مشردا تمت سرقة هويته منذ عدة سنوات، وأن الشخص الذي كان بصدد مطاردته كان شخصا يدعى محمد كمال الدين، وقد كان متهما بجريمة قتل حدثت في كندا في العام 1993. كان محمد مدمنا على لعب القمار وقد اعتاد الاحتيال على أشخاص مختلفين بهدف الاستمرار في اللعب مهما كلفه ذلك، وقد كانت الأموال التي اقترضها من جودي بهدف لعب القمار لا لمساعدة المشروع الذي كان يعاني كما ادعى. في الرابع من سبتمبر لعام 2007 استطاعت الشرطة المكسيكية أخيرا إلقاء القبض على محمد وقامت بتسليمه للولايات المتحدة وفقا لاتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين البلدين. في العام 2008 أدنت هيئة المحلفين محمد كمال الدين بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى في جريمة مقتل جودي، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، ويقضي محمد كمال الدين عقوبة السجن المؤبد في سجن شديد الحراسة في إيلي نيفادا. أما بالنسبة إلى كارلوس فقد تلقى حكما مخففا نظرا لتعاونه مع السلطات وموافقته على الشهادة ضد محمد في المحكمة. لكن ماذا لو لم يرتكب محمد كمال الدين هذه الغلطة؟ هل كان سيستمر في نشاطه الإجرامي دون محاسبة حتى يومنا هذا؟ أم أنه كان سيقع في يد السلطات في نهاية لا محالة؟ شاركنا برأيك في التعليقات. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.